السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في لاشين ليدي ياقوت. اليوم تحت الطلب ديال واحد المشاركه معنا في القناه سولتني، كانت كتانسيستي على شي حاجه تساعدها على زياده الوزن بدون اضرار وبدون حتى شي حاجه اللي تعرض حتى للخطر. غادي نهضر لكم على هاد ليفور دو بيير اللي هو هذا 100% ناتوريل، فيه غير هو مكمل غذائي، تيصلح للشعر والظفار ولابو، ولكن حتى كيزيد في الوزن. يعني الا كنديرناه بالتظام يوميا كيقدر يزيد لنا من 4 حتى 5 كيلو في الشهر، هذه 100%. كاين هذا وكاين واحد ليفور دو بيير اخر اللي هو هذا، حتى هو زوين بزاف. هذا غزال، هذا هو اللي كاين بزاف في لي بارافارماسي ولي فارماسي. هذا حتى هو مزيان بزاف، كنصح به هاد البنت اللي سولتني انها تاخذ 4 في كل قبل من كل وجبه، تاخذ 4 ديال الفانيل الداخل، كاين كبير هو شويه، تاخذ 4 دقه واحده، يعني 4 قبل الفطور، 4 قبل الغداء، 4 قبل العشاء. هادو هما اللي كنصح بهم، ما كنصحش بهم الفانيل اللي كيتباع هذاك الشيء ديال الفارماسي اللي غير كاين فخ ومن بعد كيتحيد لوفي ديالو، ما كترجع الوزن ديالها الاصلي، وكيكون واحد لابو تخسرات وتمزقات وهذا. فهذا كيخلي لابو زوينه ادغاتي، كتبان مزيانه، وحتى الشعر ما كيبقاش يطيح، يعني بحال كنضربو عصفورين بحجر واحد. فكنصحها بزاف بزاف بهذا، لانه فريمون كيزيد في الوزن وبطريقه صحيه، وما كتخافش البنت ملي كتاخذو. غادي نعاونها مازال بدو ديال لي فيتامين، هو كاين هاد سوبر فورم، هذا زوين كيساعد الدات على انها تقبل اي فيتامين اخر، كتفيقي كتاخديه قبل الفطور، كتبقاي واحد شويه كتفطري كتاخدي هذا 4 من هذا، وكتكملي النهار ديالك، كتكملي لا جورني ديالك عاديه، كتفطري وكتاخدي 4 عاوتاني، هذا كتاخدي غير وحده في الصباح، وهذا ليفور دو بيير كتاخدي 4 في كل قبل كل وجبه، باش كتكون الوزن كيتزاد بواحد الطريقه صحيه. البنات اللي ما تيحبدوش يكثروا على ذاتهم بزاف ديال لي فيتامين، حيت هذا فيه بلان فيتامين، وهذا حتى هو يعني هادو بجوج عامرين بلي فيتامين. نصحهم بفيتامين سي، حتى هو غزال بالنسبه للابو وبالنسبه حتى لو كور الداخل، وتيصفي البشره، تزيد تيحل الشهيه في الصباح، تاخديه قبل من الفطور حتى هو، يعني تاخدي واحد الفيتامين سي واحد هادي، ولا تاخدي اي فيتامين سي عندك بلا هاد سوبر فورم، يعني وتاخديه حتى هو في الصباح قبل الفطور، حتى هو رائع جدا. نتمنى نكون فتها ولو شويه، ونتمنى ان شاء الله تستعيني بهاد لي برودوي هادو مع الاكل بيان سور، مع كاس ديال الحليب كبير، مع في الليل دافي، مع واحد البنانه هكا في الليل، يعني كتعاوني راسك دي شوز اللي كيزيدوا شويه في الطاقه وكيزيدوا حتى في الوزن. فوالا البنات، نتمنى نكون فتكم في هذه القضيه هذه ديال زياده في الوزن. دابا غادي ندوز لواحد المشاركه اخرى في القناه، اكدت لي على شي واقي شمس يكون يعني مزيان، يكون كيحمي بواحد 100% البشره ديالي، فانا فكرت انني نقول لها تاخذ غير هكا خفيفه، مي بغيت نشرح لها شويه على علاش قلت لها بيوديرما. احسن واقي شمس هو بيوديرما. هاد بيوديرما هذا فيه حتى هو فيه تانتي، فيه لانفيزيبل، فيه كلشي، يعني تقدري تاخدي جوج، واحد تخليه من تكوني باغا ديري الماكياج، وواحد تخليه من تكوني يعني هكا في الشمس حارقه ديريه بلا ما تماكيي، يعني هذا ما تيجيش مع الماكياج، لان تديري شي كريون ولا هذا تيبدا يضيع. فوالا، في هذا اللي انفيزيبل هكا، سمحوا لي البنات، مي هذا شويه قاصح، هذا التانتي هذا شويه قاصح، فتيشد الماكياج وما تيبانش، يعني بحال وجهك مجير، تيبان تيدخل مع لابو، تيجي زوين بزاف. هاد الاس في ار هذا ها هو تواريحته زوينه وكلشي وتيحمي، ولكن ماشي بنفس الكاليتي ديال بيوديرما، انا تنفضلها 100%، وتتعجبني بزاف لان كتدخل مع لابو ما تتبقاش تبان كاع. فكنصحك البنت اللي سولتني، كنصحها بيوديرما. فوالا البنات، اخر حاجه سولوني عليها لي في، وهي اش من صابون كنستعمل مع كاروتون، مع الكريم كاروتون. الصابون اللي كنستعمل دابا انا حاليا هو كاروتون نيت،
كنستعمل الكاروتون هذه عندي ديجا وحده محلوله وعندي هذه مازال مسدوده ولا كنستعمل صابون كاروتون كنستعمل صابون كاروتون وكنجيب كي صاحبه اختي هي من ما عرفتش منين بالضبط هي من افريقيا جبنا هاد لابيجانيز هاد لابيجانيز مازال ما عمرني ما جربتها جبتنا جوج خديت انا وحده واختي وحده ولكن مازال ما جربناهاش منين غنجربوها ان شاء الله غادي نهضر لكم عليها بيان سور هذه اي حاجه تنديرها ولا تكون في بالي ولا تنعرفها راه تنبغي نشاركها معكم ومع صحباتي ومع كاع لي في اللي عندي اللي عندنا في القناه فوالا البنات كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم ان شاء الله اللي عجبو لا فيديو ما ينساش يدير لنا جيم كومونتير ويتشارك معنا في القناه ويضغط على الجرس باش يوصلوا جميع الفيديوهات الجديده كنتمنى لكم الخير الى اللقاء